حول الموضوع ينضم لنا من عين عيسى مباشرة عبر سكايب مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية. سيد مصطفى، مساء الخير، أهلا بك معنا. 70% من مساحة الرقة إذن في قبضة سوريا الديمقراطية، تبقى 30% فقط وعبارة عن مناطق تطهير لمناطق وجود داعش ومناطق لا يزال يحتلها التنظيم. تفاصيل ما جرى اليوم من خلال المعارك، يعني التطور على الأرض، وكيف سيفيد في استرجاع وتحرير 30% المتبقية من الرقة؟ نعم، مرحبا بكم وبمشاهديكم. حقيقة تجري الآن منذ ساعات الصباح وحتى الآن معارك عنيفة جدا في محيط المشفى الوطني في وسط مدينة الرقة، بالإضافة إلى الأبنية والساحات الأبنية المحيطة بحديقة رشيد والميادين حديقة رشيد. هذه المعارك هي الأعنف على الإطلاق، وبالمثل الاشتباكات ممتدة على كامل محيط شارع تل أبيض، أشهر شوارع الرقة باتجاه الجبهة الشمالية لمدينة الرقة. هذه الاشتباكات يحاول من خلالها التنظيم الإرهابي الهجوم بالمفخخات وبالانتحاريين لفك الحصار عن عناصره المتحصنين داخل المشفى الوطني. في ما يتعلق بالمشفى الوطني، يحاول التنظيم الإرهابي الاستماتة في الدفاع عنه، بما أنه يدرك بأن قوات سوريا الديمقراطية تحاول قدر الإمكان تجنيب هذه المنشآت العامة من القصف أو استخدام الأسلحة الثقيلة، وبالتالي الوضع في محيط المشفى الوطني هو بهذه الصورة، اشتباكات عنيفة من خلال القنص والأسلحة الخفيفة. طيب، أما بامتداد شارع تل أبيض والحديقة الرشيد تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة، بينما قواتنا استطاعت هذا اليوم تحرير أبنية مهمة جدا في محيط المشفى الوطني. أعتقد أن الساعات القليلة القادمة سيكون هناك تطورات مهمة في هذا المحور. نعم سيد مصطفى، أيضا فيما يخص دير الزور، يعني التقارير تتحدث بأنه داعش قريب جدا من خسارته لمدينة دير الزور، وأن قواتكم قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على أكثر من 13 قرية بالتحديد هناك. ماذا يجري في المعارك فيما يخص دير الزور؟ بالنسبة لمدينة دير الزور، هناك محوران للقتال كما تتابعون أنتم أيضا، محور بلدة أبو فاس والطريق الرئيسية الذي يربط مدينة الحسكة بدير الزور، ومحور بلدة أبو خشب. فيما يتعلق بمحور بلدة أبو فاس، تقدم قواتنا بنسبة جيدة جدا، دخلت إلى المدينة الصناعية منذ يومين، دارت اشتباكات عنيفة داخل أحياء المدينة الصناعية. نسبة عالية جدا من المدينة الصناعية هو الآن محرر وفي قبضة قواتنا، بالإضافة إلى استكمال تحرير محلج الأقطان من أكبر معامل حلج الأقطان للمنطقة الشرقية والشمالية، أصبح محررا بشكل كامل، بالإضافة إلى السيطرة بشكل كامل على الطريق الرئيسية الذي يربط دير الزور بالحسكة وبلدة صور الاستراتيجية. شكرا لك. في المحور الغربي أيضا، محور بلدة أبو خشب، تقدمت قواتنا باتجاه معمل السكر، وهو من أشهر معامل وأكبر معامل السكر في المنطقة الشرقية والشمالية. ريثما يستكمل تحرير معمل السكر، ستكون قواتنا جاهزة للزحف باتجاه سهل وادي الفرات والوصول إلى ضفة نهر الفرات. شكرا لك على هذه المداخلة. مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من عين عيسى.